ديال المكتب، وبالتالي الا كتكاين شي مسؤوليه فهي مسؤوليه المكتب وليست مسؤوليه رئاسه الحكومه، باش تكونوا واضحين. اذا حضرات السيدات والساده، تفضل السيده النائبه المحترمه. غادي نبقاو هنا. لا راه كاين نقطه النظام. السيد الرئيس، تفضلي السيد الرئيس. السيد الرئيس، قلتي بما ان حتى شي واحد في المكتب انه طلب يعني المجيء ديال السيده، حضور ديال السيده رئيس الحكومه في الاسئله الشهريه. انا طلبت اول وحده، طلبت انك فوقاش غادي يجي السيد رئيس الحكومه. لا سمحتي، لا 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 السيد الرئيس الا سمحتي، انت عضو في المكتب. لا الا سمحتي، لا انت رجاء رجاء الا سمحتي، رجاء رجاء الا سمحتوا، الا سمحتوا رجاء الا سمحتوا مولاي هشام، الا سمحتوا الا سمحتوا رجاء الاستاذه السيده النائبه الاسد، الا سمحتوا رجاء. انا عندما شوف، الا سمحتوا رجاء، الا سمحتوا السيده النائبه، انتم عضو في المكتب والقرار اتخذه المكتب، القرار تاخذه المكتب. انا عندما قلت اي واحد اقصد الغير اللي ما كاينش في المكتب، اما انتم عضو في المكتب وتاخذوا القرار. لذلك 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 الى سمحتوا حضر اليوم الساده النواب غيديروا قراءه الفاتحه على جد الشهداء اللي ماتوا في هذا الحارق. لا الى سمحتوا لا الى سمحتوا رجاء، لا غادي نطر قطعك، غادي نطر قطعك، غادي نطر قطعك. لا الا سمحتوا رجاء، شوف لا الا سمحت، الا سمحت رجاء. السيدات والساده النواب المحترمين، الوقت الذي طرحت فيه نقطه نظام، احترم في السيد رئيس المجموعه النيابيه انه اشار الى مقتضيات قانونيه، لذلك لم اشاء ان اقاطعه، لانه بالفعل تدخل في صميم الموضوع وفيما يتعلق بالدستور وبالنظام الداخلي. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لنا، هل كل الفرق ممثلة في مكتب مجلس النواب؟ هل أحد من الفرق كيفما كان وضع سؤالا حول ما إذا كان السيد رئيس الحكومة قد طلب منه الحضور أم لا، ورفض عدم ورفض الحضور للأجوبة؟ لا شيء من ذلك. لذلك السيد رئيس الحكومة لم يتوصل أصلا بأي استدعاء في هذا الشأن. لماذا؟ لماذا رجاء؟ لأن مكتب المجلس هو الذي اتخذ القرار. مكتب المجلس يتولى مراعاة عما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 100 من الدستور متوافرة من عدمها. الأسئلة التي طرحت على مكتب المجلس وبعد التداول فيها ارتأى على ان كل الاسئله لا تتعلق بالسياسه العامه، وبالتالي لا تصلح موضوعا لاستدعاء السيد رئيس الحكومه للجواب عليها. لذلك لذلك رجاء، لذلك لذلك رجاء، لا تفضل، لا لا سمحتوا، لا سمحتوا، لا لا سمحتوا. اذا هذا قرار، هذا قرار ديال المكتب، هذا قرار ديال المكتب، وبالتالي الا كانت كاينه شي مسؤوليه فهي مسؤوليه المكتب وليست مسؤوليه رئاسه الحكومه، باش تكونوا واضحين. زميلي المحترم، البرلمان هو اعلى مؤسسه دستوريه، كيفاش غادي يمكن نجيو حنا لوسط البرلمان ونطيحوا به؟ هذا كلام غير مقبول وغير مسؤول. كذلك وجهنا طلبات لعقد الاجتماع بمواضيع محدده وقانونية، فكيف يعقل أن نسمع من أحد النواب أننا لم نوجه طلبات السيد رئيس الحكومة؟ نعتبر على أن السيد رئيس الحكومة يمكن عنده صعوبات الحضور، يمكن الغيب حاجته معه، ولكن من الصعب جدا باش نمشيو للمقولة أنت أجي وليا ورجعي عيبك ليا. شكرا. تفضل السيد رئيس. راه كاين السيد رئيس قبل منكم. لم أريد أن أخوض في هذا الموضوع، لأن هذه المؤسسة تسير بشكل جماعي، المكتب ممثل فيه جميع الفرق، وتصل بالرسائل، إذا تصل في ما يخص رسائلهم هذه السياسة اللي خصنا نسألوا فيها الحكومة، المكتب هو الذي يقرر، لم يقرر جميع الفرق
إذن ماشي رئيس الحكومة اللي عنده مشكل، إلا عندنا مشكل غادي يكون عندنا مشكل مع المكتب ديالنا الذي لم يستطيع والمدارس باش يمكن يعيط على رئيس الحكومة باش يجي. هذا هو الموضوع، المشكل ماشي هذا هو. سيد الرئيس، بلاتي سيد الرئيس، بلاتي سيد الرئيس، بلاتي تفضل، تفضل. أسيد أسيد النائب محترم، إلا سمحتوا، إلا سمحتوا أعطيناكم الكلمة. تفضل سيد النائب سليمان، تفضل. شكرا سيد الرئيس. احنا دائما نستند الى الدستور ونستند الى النظام الداخلي، والنظام الداخلي يتناول في نقاط نظام على اساس انه تسيير ليس اخبارات للمكتب. فرجاء باش نحترموا انفسنا ونحترموا النص القانوني، نقتصروا على نقط نظام فيما يتعلق بالجلسه. اما فيما يتعلق بالحضور الدائم للسيد الرئيس الحكومة، ما من مرة، حنا دابا في نهاية الولاية التشريعية ومواضيع اللي كانت السياسة العمومية وجاء وأفاد فيها الكثير وشرح للمغاربة وشرح لنا المواقف ديال الحكومة، وبالتالي نجيو حتى لآخر جلسة باش نسجلوا بعض النقاط اللي هي راه تمس بالمجلس ومكتب المجلس أكثر من تتمس برئيس الحكومة، لأنه ملي تنقراو النظام الداخلي وتنقراو البرنامجات الجلسات راه اللي مسؤول عليها هو المجلس ومكتب المجلس. وشكرا. تناول هذا الموضوع ما خصناش نبينوا أمام المغاربة بأن حنا استدعينا رئيس الحكومة وما جاش. المكتب سيدو نفسه يبرمج الأسئلة، ما خصناش نبينوا بأنه حنا ضعاف ما قادرينش نستدعيو رئيس الحكومة، واخا نكونوا في المعارضة وفي الأغلبية، راه كطيحوا من قيمة البرلمان ماشي من قيمة الحكومة. واسمحوا لي بكم سيد رئيس الجلسة، ليس الرئيس فقط للجلسة بل أنت رجل قانون ومن حماة طبعا تطبيق القانون، وتمسكون النص القانوني بين يديكم، راه عندك أنت تتصفحه. حول الجلسة الشهرية اليوم، نريد أن نرفع النقاش عاليا. كيف يمكننا أن نرفع هذا النقاش إذا لم يحضر السيد رئيس الحكومة إلى هذه المنصة لكي يقدم الأجوبة حول الأسئلة الحارقة الآن التي تشغل الفضاء العام؟ لا يمكن أن نشتغل بمصطلحات ديال الهاشتاغ وإرحال وديجاج. نريد من رئيس الحكومة أن يأتي ليتفاعل مع المؤسسات ويكون رجل مؤسساتي ويجيب عند بداية كل شهر داخل هذه المؤسسة المباركة وفي المؤسسة الأخرى. ينبغي أن لا ينفلت من مساءلته الشهرية، ونحن هنا حماة للقانون وصناع له. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، بودنا أيضا الفريق الاشتراكي نسجلوا مسألة مهمة للغاية، هو أن الحضور ديال رئيس الحكومة كينص عليه النظام الداخلي وكينص والمجلس الدستوري أيضا في الحكم ديالو الحضور للمساءلة الشهرية. إثارة نقطة نظام اليوم وكما كنديروها مرة أخرى، الغاية منها غاية منها تجويد العمل الأداء الحكومة وتجويد الأداء ديال البرلمان. الحضور للمساءلة الشهرية كينتظروا جميع المغاربة، وكان بالنسبة لنا يكون لأن جميع الفروق توجهت بالأسئلة ديالها وغير ما غير مقبول اليوم يتقال بأن راه تأويل بأن راه البرلمان إلا قلنا يجي رئيس الحكومة وما جا، بالعكس غيكون تبخيس عمل البرلمان إلا البرلمان ما أشار بأن رئيس الحكومة كان خصو يجي وما جاش. رئيس الحكومة غيجي جوج المرات فقط في ولاية الشهر ديال أربعة أشهر، وأسئلة حارقة تنتظر المرور غير مقبول. شكرا. تفضلوا أسيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، اولا ملي كيكون نقاش بحال هذا النوع ولا بد يكون اختلاف وجهات النظر، وملي كيكون اختلاف وجهات النظر ماشي ولا بد شي كيجاوب على شي، لان هذا موضوع ما عندوش علاقه مع تدبير الجلسه، وبالتالي كاين الراي والراي المخالف، ولهذا الا قلنا راي مخالف ماشي معناتها اننا نجيب على شي حد. انا في نظري المجلس سيد نفسه وعنده رئيس وعنده مكتب ويجتمع، كلنا كنا غادي نوضوا نقولوا اللهم من هذا منكر، وكان الوزير رئيس الحكومه رفض انه يجي البرلمان، الحاله ما كايناش، وبالتالي خص المكتب يجتمع ويبرمج ويدير في الجدول الاعمال ديالو مساءله رئيس الحكومه، ولا اشك ولا اظن انه رئيس الحكومه ما غاديش يستجيب للطلب. شكرا. تفضلوا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. مع احترامي للاخوه الرؤساء والمتدخلين في هذا الملف، الا كاين اليوم شي انتقادات خسرها انتقادات لينا حنا، لأن اليوم لا أظن بأن السيد رئيس الحكومة توصل باش يكون في المساءلة الشهرية وما ما جاش. أنا كنظن السيد رئيس كنتمنى منك أنك توضح لنا هادشي وشكرا. تفضل يا سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل 100 من الدستور الفقرة الأخيرة
كتقول تقدم الأجوبة على الأسئلة متعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وبالتالي حضور رئيس الحكومة مرتبط إلى كان سؤال يتعلق بالسياسة العامة ماشي السياسة العمومية، وبالتالي فإنه المكتب ما تخصش بسؤال يتعلق بالسياسة العامة. حضور رئيس الحكومة، حضور رئيس الحكومة يتعلق إلى كان الموضوع يتعلق بالسياسة العامة، ولحد الآن ما توصلناش بشي سؤال فيه السياسة العامة. لا اسكت، إلا سمحت، إلا سمحت رجاء تفضل. شكرا، شكرا سيد رئيس. شكرا سيد رئيس. أولا كنتكلموا في هذه نقطة نظام كتتعلق بالسير ديال هذه الجلسة. السير ديال هذه الجلسة يتعلق اساسا بجدول الاعمال. هذا الاختصاص ديال تحديد جدول الاعمال موكول طبقا النظام الداخلي للمكتب. اذا من هذه الزاويه كنثيروا نقطه النظام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، اكثر من مجرد خبر.